يعني وانت بتغني ام كلثوم الصعوبه فين؟ يعني انا بحس انها يعني شيء كل ما بكبر، وانا صغيره كنت بحب ام كلثوم خالص خالص. لا ما كنتش كمان مدركه صعوبتها، يعني انا بسمع وحابه الغنى وحابه ان انا اغني لام كلثوم، ولكن مش مدركه انا داخله على ايه، ده انا داخله على معركه، يعني الموضوع مش سهل خالص. فالاول كان بغني بحب وخلاص، والاغنيه اللي بحبها بحاول اغنيها وباديها على قد ما اقدر، والجمهور بيتقبل من الطفل بطريقه وبيتقبل مع الكبير بطريقه تانية خالص. طبعا امتحان، طبعا انت كل ما كل مره في امتحان طبعا. كل مره بسمعك بتغني ام كلثوم انا بامتحنك كصوت كمستمع، بس بامتحنك اقول يا ترى هتعمل ايه، يا ترى الحته الصعبه دي هتجيبها ازاي، واكتشف ان ايه ده، ايه الصعوبه دي. يعني اولا ميرسي جدا والله على بجد، كل بس كل مره بتنجحي في امتحان تاخدي الحمد لله دي سودي الحمد لله. بس هو فعلا تحدي كبير، واللي بيتصدى للتحدي ده لازم يستعد كويس جدا على قد ما يقدر، لان كوكب الشرق بقى مش اي طبعًا حد. طبعا انت اصعب حاجه بتحسي انك وانت في ام كلثوم بتفكري فيها، اصعب حاجه ايه؟ يعني المستوى العام للغنى ما ينفعش يكون حاجه قليله، لان اول كلمه هتتقال طب ليه بتغني ام كلثوم وتحط نفسها في الموقف ده لو هي مش قده، دي حاجه. الحاجه الثانيه اغاني ام كلثوم فعلا صعبه في غنائها جدا، لان ممكن الواحد يغنيها باداء ولكن مش هو ده المطلوب بقى، يعني المطلوب ان الواحد يغنيها بطريقه سليمه وفي نفس الوقت كمان يغنيها بشخصيته. لان انا من الناس المقتنعين ان ما حدش هيبقى ام كلثوم تاني، يعني عشان نبقى طبعًا. مستحيل صراحه ما حدش هيبقى تاني ام كلثوم بالجوده دي وبالعظمه دي وبالزمن ده زي ما حضرتك قلتي. فلازم اللي يتصدى بقى لده يكون واخد الاغاني في ناحيته شويه، يعني انا مثلا بحب اغني من ام كلثوم الاغاني اللي فيها احساس جدا، نعومه بليغ بقى. طبعا كده بتروحي البليغ، لا بليغ والموجي والسنباطي ليه اعمال طبعًا. عظيمه جدا فيها نفس يعني حيرت قلبي معاك مثلا طبعًا. من اكتر الاغاني اللي بحبها. القصائد وعظمتها يعني لا هي صعبه عموما. اغانيك انت بقى، انت وانت بتختاري الاغاني، اولا انت مياله اكتر انك تكملي في طريق انك تغني للكبار، ولا شايفه انه لا انا هكمل اعمل اغاني بتاعتي واغني للكبار لان انا بحبهم؟ بحب ده وده، ما اقدرش اكذب واقول حاجه تانية، بس فعلا انا بلاقي نفسي جدا في غناء الزمن الجميل زي ما بنقول عليه، لان هو كان اغاني مخدومه، يعني فيها احلى كلمات وفيها احلى الحان وجمهور وحاجه جميله جدا يعني. فما بقدرش انسى الاغاني دي لاني كمان اتربيت عليها، يعني انا من نشاتي في البيت وفي الاوبرا ومع كبار ملحنين مصر، انا الحمد لله التقيت عمالقة يعني. مين بقى يعني من أول عمار؟ أستاذ عمار، أستاذ حلمي بكر، أستاذ ميشيل المصري، أستاذ طبعا دكتور جمال سلامة، أستاذ عمر خيرت، عبد العظيم محمد الأستاذ الكبير، منير الوسيمي، عبد العظيم عويضة، يعني التقيت بناس كتير جدا جدا، يعني يمكن مش كل الناس في جيلي جات لهم الفرصة الجميلة دي يعني. ده وانت لسه صغيرة الحقيقة الحمد لله. يعني جدا يعني. طب نسمع بقى مجموعة من أغانيكي، وانت أغانيكي فيها كده فيها جمال صوت ريهام، لكن فيها برضو فكرة العصرية انها بنت من جيلها وبالتالي بتغني غنى جيلها.